السلام عليكم جميعا الأوفياء، مرحبا بكم في محلات جلالة الديكور. أمي الحبيبة خالتي العزيزة خالتي مدام جدتي الحنونة عمتي الأنيقة، جبنا لكم فكرة جديدة واللي هو هذا السيبور. كما راكي تشوفي سيبور متعدد الاستعمالات، تقدري تستعمليه في الكوزينة في الدوش في أي بلاصة حبيتي. هايليك هاو سيبور، الله يبارك في الإينوكس، حاجة مليحة. كما أنا نظمت لكم هذه الأشياء، كما هذا تاع الدوش هكذا، تحت يجيو مناشف، عنده هنايا بلاصه تلقوا فيه مناشف، عادي جدا تلقى فيه واش بغيتي. هذا متعدد الاستعمالات، قلنا حابه ديريه في الكوزينه في الدوش في اي بلاصه، يهزك منا المناشف تلقي فيها واش حبيتي هكذا، وعندك منا من فوق تنظمي فيه اشياء تاعك تاع الدوش. هذا القياسات اللي فيه، فيه 30 سنتيم هكذا، من 14 سنتيم الارتفاع تاعو فيه 25. هاوليك سيبور هايل مليح بزاف، خلاص ميم سعر تاعو راه مليح. كيما راكم تشوفوا هذا فارغ، هاك فاش يجي يتعلق منا في الباب تاع البوطاجي، حابه تعلقيه حابه تحطيه كيما بغيتي، ها يتعلق هكذا في الباب، ولا من بغيتي ديريه ديريها في الدوش في الكوزينه في اي بلاصه. هاديك هاك فاش منظم، السعر تاعو دير 40000، وجاي في الاينوكس الخشينه. ها اينوكس الخشين حاجه مليحه بزاف، خلاص ورزينه على كل حال. هاك فاش يتحط، حابه تعلقيه انتيا في الباب تاع الكوزينه، حابه تلصقيه بليفيس كيما بغيتي، لكن الاختيار يا امي حبيبه الغاليه. هذا السعر تاعو يدير 40000، سي بور متعدد الاستعمالات. متابعينا وفياء، نقولك شكرا حسن المتابعه، نتظم جديد اخر، مع السلامه.